إذا أدركت رمضان كيف أستقبل هذا الشهر المبارك؟ أختصر في نقاط. النقطة الأولى أن تدعو الله تعالى أن يبلغك هذا الشهر. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا ندري هل ندرك هذا الشهر أم لا، مع أنه لا يفصل بينك وبينه إلا ساعات فقط. والله لا نعلم هل ندرك هذا الشهر أم لا. ولذا يا إخوة أكثر من الدعاء أن يبلغك رمضان، وليس أن يبلغك رمضان فقط، بل أن يوفقك الله تعالى لاستغلاله أيما استغلال كما يرضي ربنا جل جلاله. فليست العبرة أن تبلغ الشهر، هناك ملايين من البشر أدركوا هذا الشهر، لكن هناك ملايين البشر حرموا خير هذا الشهر. فادعو الله أن يوفقك لاستغلال هذه اللحظات الغالية كما وفقك الله. الأمر الثاني أن تقرأ في فضائل هذا الشهر المبارك، لأن قراءة الفضائل تدعوك إلى مزيد من الطاعة ومزيد من العطاء ومزيد من العبادة والاستمرار في طاعة الله عز وجل، ولا تفتر، لأنك إذا عرفت قيمة الشيء تمسكت به. فحاول أن تقرأ في فضائل هذا الشهر. ثالثا حاول أن تتعلم أحكام هذا الشهر، ما هي شروطه، ما هي سنن الصيام، ما هي مفطرات الصيام، هل القطرة تفطر أم لا، ما آداب الصيام وغيره من الأحكام. تعلم أخي الكريم، إذا القراءة ثقيلة عليك استمع، إذا الاستماع ثقيل عليك شاهد مقطع، احضر درسا محاضرة بحيث تستطيع أن تتفقه في هذه العبادة التي أنت داخل عليها. وكذلك أيضا حاول أن يكون معك مجموعة من إخوانك يعينونك على الطاعة، وتتسابق أنت وإياهم في عبادة الله عز وجل، كما كان يفعل أبو بكر وعمر رضي الله عنه، كانوا يتنافسون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعمر وأبو بكر كانوا يتسابقون في الخير، حتى أنه يوم من الأيام قال اليوم أسبق أبا بكر، يقول عمر، إلى آخر القصة. فليكن معك صاحب، وليكن معك صاحبة، تتعاونون على طاعة الله تعالى، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ويضعف الإنسان في وقت الفتن. وإذا كان مع إخوانه ثبت على الطريق واستمر في مزيد من العطاء والعبادة. إذن اجتهد أن يكون معك رفقة صالحة تعينك على الطاعة. والنقطة الأخيرة، ليكن لك برنامج واضح في طاعة الله تعالى في هذا الشهر. كم ختمة ستختم؟ كم مرة ستقرأ تفسير جزء عما وفهم معانيه؟ وهكذا يا إخوة. أيضا تجنب ما يشغلك عن طاعة الله تعالى، خذ إجازة عن بعض القنوات الفضائية، أغلقها تماما حتى لا تشغلك عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وعن استغلال هذا الشهر المبارك. حاول أن تتخفف من وسائل الاتصالات، التويتر والفيسبوك واليوتيوب وغيرها من الوسائل التي قد تصدك عن استغلال هذا الشهر المبارك. إذن يا إخوة، هكذا نستغل شهر رمضان المبارك.